مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. هذا موعدكم مع برنامجكم الأسبوعي أوراق اقتصادية، والذي نلقي فيه الضوء على أهم تطورات الأسبوع المنصرم على ساحة مجتمعات المال والأعمال المحلية والإقليمية وأيضا العالمية، والتي يأتي في مقدمتها: الهيئة العامة للرقابة المالية تقر ضوابط التمويل متناهي الصغر بما لا يتجاوز 100,000 جنيه. مصر تتعاقد مع الجزائر لاستيراد 6 شاحنات من الغاز المسال خلال العام القادم. وفي ملفنا هذا الأسبوع نناقش مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين الأستاذ عبد الرؤوف قطب، نناقش دور القطاع في دفع التنمية وإعادة إحياء صناعة إعادة التأمين المصرية. نبدأ من القاهرة التي شهدت خلال الأسبوع المنصرم تطورا مبشرا على صعيد الأطر التشريعية الحاكمة للعملية التمويلية، حيث أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط التمويل متناهي الصغر، وحدد القانون مجالات التمويل متناهي الصغر بأنها ذات الأغراض الاقتصادية في مجالات إنتاجية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو زراعية، وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل، وألا يشمل ذلك التمويل للأغراض الاستهلاكية، وأن يراعي مشاركة متلقي التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع على ألا يتجاوز قيمة التمويل 100,000 جنيه. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف المطلب الخبير الاقتصادي أستاذ عبد النبي. بعد التحية، كيف تقرأ إصدار الضوابط المنظمة للتمويل متناهي الصغر؟ هذه الضوابط والتي تقرأت بها الحكومة وأقرتها وأقرها القطاع المصرفي سوف تعطي دفعة كبيرة جدا لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر، والتي نستطيع أن نسميها أو كما يعرفها الناس الورش الصغيرة أو المشروعات الصغيرة التي تستوعب من العمالة ما هم أقل من 9 عمال، يعني نتحدث عن عامل إلى 9 عاملين في نفس المنشأة. وأعتقد أن مثل هذه المؤسسات، إذا جاز التعبير أن نسميها مؤسسات أو هذه الورش، كانت تعاني كثيرا جدا من الضوابط الموضوعة لحصولها على التمويل، وكانت غالبا تعجز عن الحصول على التمويل رغم أنه تمويل بسيط، لكنه كان يمكن أن يضيف إضافات حقيقية للدخل. وأعتقد أن الحكومة قد منذ فترة وهي تدرس تجارب الدول المختلفة في هذا المجال، وخاصة التجربة الهندية، وأعتقد أن هذا القرار إذا رأى النور وتم تنفيذه بالطريق السليم، فأعتقد أنه سوف يعطي دفعة للمشروعات الصغيرة أو للأنشطة الحرفية الصغيرة. طيب أستاذ عبد النبي، في ضوء ظروف الاقتصاد والسوق المصرية الحالية، ما هي توقعاتك لمدى إقبال الصناعات والمشروعات متناهية الصغر على طلب التمويل؟ أعتقد أنها سوف تكون كبيرة، يعني المبلغ الحد الأقصى الذي تم إقراره هو حد أقصى مناسب جدا، وأعتقد أن الإقبال سوف يكون كبيرا. يعني عندنا الكثير من هذه المشروعات أو هذه المشروعات الحرفية أو الورش، والتي تحتاج إلى مبالغ عند المقارنة هي مبالغ ضئيلة، لكنها تحتاج إليها من أجل أن تولد إما دخولا لبعض من يعملون في مثل هذه الحرف، أو حتى فرص عمل لهم ولأولادهم ولأقاربهم. ومن هنا أعتقد أن هذه الضوابط هي ضوابط مشجعة، يبقى أن يصل هذا المفهوم إلى هؤلاء الحرفيين أو أصحاب المصانع الصغيرة بأن القطاع المصرفي المصري على استعداد لإقراضهم طبقا لهذه الشروط. وصول هذه المعلومة إلى هؤلاء سوف تؤدي إلى زيادة الإقبال عليها. نعم، وصلت معلوماتك أستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر الليلة عن فوز شركتين بتوريد 10 ملايين لمبة ليد موفرة، وذلك في مشروع تصل التكلفة الاستثمارية له ل 200 مليون جنيه، على أن يبدأ التوريد في شهر يناير 2015. وأوضحت القابضة لكهرباء مصر أن المستهدف من تركيب لمبات الليد الموفرة هو توفير نحو 250 ميجاوات من الحمل المستهدف، وتحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربائية سنويا في حدود 1000 مليون كيلو وات في الساعة.
ومن المقرر أن تتاح اللمبات بقدرات 4 و6 و9 واط بسعر التكلفة الذي يتراوح بين 20 و25 جنيها للمبة الواحدة، وبالتقسيط على فاتورة الكهرباء الشهرية. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت التعاقد مع الجزائر لاستيراد 6 شاحنات من الغاز المسال خلال الفترة من إبريل وحتى سبتمبر العام القادم 2015. كما أعلنت البترول أن مصر ستستورد 3 ملايين برميل نفط خام شهريا، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن سولار سنويا و 120 ألف طن من وقود الطائرات سنويا بتسهيلات في السداد. وكان من المقرر أن تستورد مصر 5 شاحنات غاز مسال حجم كل منها 145 ألف متر مكعب من الجزائر قبل نهاية العام الحالي، لكن استقبال شاحنات الغاز تأجل لعدم وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في سبتمبر 2014. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا أعلن ارتفاع الطلب على رحلات الركاب الدولية خلال أكتوبر الماض بنسبة 5.7% عن مستواها في سبتمبر السابق عليهم. كما كشف أياتا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بنسبة 5.5% مع ارتفاع معدلات شغل مقاعد الطائرات بنحو 1.1% إلى 79.1%. وعبر اتحاد النقل الجوي عن توقعات بآفاق إيجابية للسفر الجوي مع تحسن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي والولايات المتحدة الذي طغى على ضعف منطقة اليورو والصين. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نقلب أوراق أسبوعنا الاقتصادية. فاصل قصير ونتابع بعده أهم محاور ملفنا الرئيسي. مشاهدينا الكرام، طرحت الحكومة في الآونة الأخيرة عددا من المشروعات والقوانين الداعمة للتنمية والمحفزة على الاستثمار في وقت عمل فيه قطاع الأعمال وفي مقدمتها قطاع التأمين عمل على تطوير أدواته وقدراته في دعم هذه المشروعات. وفي ملفنا هذا الأسبوع يناقش الزميل مجدي دربالة يناقش مع الأستاذ عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين دور قطاع التأمين في دفع التنمية والعدالة الاجتماعية والتساؤلات المثارة حول الأدوات التأمينية الجديدة التي تبتكرها الشركات والمؤسسات التأمينية. فإليك مجدي. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. قطاع التأمين هو أهم القطاعات الاستثمارية الدافعة في حركة الاقتصاد في مصر. الفترة الماضية شهدت ارتفاع في كل مؤشرات القطاع، سواء من ناحية الأقساط، سواء من ناحية الربحية، سواء من ناحية التعويضات. عندي أسئلة كتير جدا تخص هذا القطاع. شركة إعادة التأمين اللي بدأت تتكون وبدأت تظهر ملامحها وهتعتبر أول المشروعات التي هتطرح في مؤتمر مارس القادم على المستثمرين، وعندي أسئلة على التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، وعندي أسئلة على مؤشرات النمو القادمة في هذا القطاع. وكل هذه الأسئلة أحملها إلى ضيف الكريم الأستاذ عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وهبتدي من شركة إعادة التأمين. الشركة دي أعتقد أنها تمثل الحلم بالنسبة لكم، أعتقد أن أنتم معتقدين أنها هتكون هي باكورة إنتاج الحكومة للمستثمرين والمانحين العرب والأجانب في مؤتمر مارس القادم. كنت أصرحتوا أن هذه الشركة هتكون في دراسة جدوى واضحة مقدمة منكم للمؤتمر بحيث أنها تكون أول شركة جاهزة للتنفيذ. إن شاء الله. أولا أنا أشكرك على هذا اللقاء، والحقيقة إذا كنا هنبدأ بملف شركة إعادة التأمين فاسمح لي أن أنا بس أقول أن إحنا كان عندنا في السوق المصري أقدم شركة إعادة تأمين على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، هي الشركة المصرية لإعادة التأمين. هذه الشركة أنشئت سنة 1900. دورها إيه يا أستاذ عبد الرؤوف عشان أوضح للناس؟ يعني إيه إعادة التأمين؟ إعادة التأمين هو التأمين على التأمين. هناك مشروعات ضخمة، أخطار كبيرة جسيمة، عدد من الأخطار المركزة زي الأخطار الطبيعية، الزلازل، البراكين، الأخطار التي تؤمن بمليارات وملايين الجنيهات. ممكن تضرب لي مثلا عشان الجمهور يعرف؟ يعني مثلا مصنع بتروكيميكال بمليار جنيه أو نص مليار،
او 300 مليون 400 مليون، ما فيش شركة تأمين تستطيع ان تتحمل هذا الخطر بمفردها. ليه؟ لان لو وقع لا قدر الله كارثة خسارة كلية لهذا المصنع، رأس مال شركة تأمين حاليا لا يزيد عن 60 مليون. لو قلنا حتى بالإكويتي يعني حقوق المساهمين الآخرين من احتياطات رأس المالية وخلافه، يصل إلى 100 مليون 120 مليون. إذن خطر واحد يقع يؤدي إلى إفلاس الشركة لا قدر الله. لذلك يجب أن تلجأ شركة التأمين إلى إعادة التأمين. إعادة التأمين يعني هي تقرر ما هو الاحتفاظ الذي يمكن أن تحتفظ به من هذه الأخطار الكبيرة والتي تتناسب مع مركزها المالي. ما يزيد عن ذلك يعاد التأمين عليه، مش في سوق واحد ولا مع شركة واحدة، يجب أن يكون مع عدد كبير من الشركات ومع أسواق عديدة. ليه؟ لأن احنا بهذه الطريقة نفتت الخطر، نجعل الخطر مفتت إلى وحدات صغيرة. فإذا حصل حتى لا قدر الله خسارة كلية لهذا الخطر، لا تتحمل دولة واحدة ولا اقتصاد هذه الدولة كل هذا الخطر، يتوزع ويتجزأ على عدد كبير من الأسواق. هذا هو إعادة التأمين. الشركة المصرية للتأمين أنشئت عام 1957 وكانت تقوم بدورها على أكمل وجه، وكانت الشركة الرائدة التي عاونت عدد كبير. وأنا على فكرة ابن الشركة المصرية للتأمين، أنا بدأت الكارير بتاعي في هذه الشركة وتعلمت الكثير منها. هذه الشركة ساعدت كل شركات إعادة التأمين العربية والأفريقية عندما قررت هذه الأسواق وهذه الدول إنشاء شركة إعادة تأمين متخصصة. فللأسف في عام 2007 القيادة التي كانت موجودة السياسية قررت مع الشركة القابضة للتأمين إدماج هذه الشركة، يعني بجرة قلم يعني قضينا على صناعة. إيه الحكمة من القرار ده؟ الحقيقة لا يوجد حكمة، هو قرار يعني خلينا أقول قرار سلبي، قرار خاطئ بكل المقاييس. إيه الخسائر من هذا القرار؟ الخسائر من هذا القرار أن قضيت على الصناعة عمرها 50 عاما. عندما تفكر في إنشاء شركة جديدة سوف تأخذ جهد كبير، زي ما أنت شايف حضرتك من 2007 حتى الآن ونحن نحاول أن ننشئ هذه الشركة، لأن هناك فارق كبير بين أن تكون شركة قائمة وناجحة فتستمر وبين أن تأتي شركة جديدة في ظل ظروف مصر الاقتصادية الصعبة التي بدأت منذ عام الثورة. لأن أنت لكي تنجح هذه الشركة يجب أن تحصل على تصنيف ائتماني من إحدى مؤسسات التصنيف الدولية. ياريت بس شغلانة. تصنيف شركة إعادة التأمين لا يمكن أن يتعدى تصنيف الدولة التي تنتمي إليها. ونحن نعلم احنا بسالب يعني احنا نعلم ان اقتصاد مصر ابتدى يتعرض لعدد من التخفيضات في التصنيف الائتماني نتيجه لظروف الثوره وما صاحبها من سلبيات وتداعيات كلها كانت للاسف سلبيه. اذا اللي يعني هذا بس باختصار احب اقوله في المقدمه، ولكن كان شغل الشاغل للاتحاد المصري للتامين وهو الذي يمثل الصناعه ان نحيي هذه الشركه مره ثانيه. فحاولنا الحقيقه، ولكن في وجود القيادات التي كانت موجودة في ذلك الوقت في الشركة القابضة للتأمين لم نتمكن، لأن احنا نحتاج إلى رأس مال كبير. شركة إعادة التأمين يجب أن يكون رأس مالها لا يقل عن في حدود 200-250 مليون دولار حتى تنجح وحتى يمكن أن تحصل على تصنيف ائتماني. حقيقة يجب أن أعطي برضو الكريدت للشركة القابلة للتأمين بقيادتها الحالية الحقيقة الدكتور محمد يوسف حقيقة والشركات التابعة له ساندوا إنشاء هذه الشركة. وأيضا لابد أن أذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية بقياداتها الجديدة سواء كان الأستاذ شريف سامي رئيس الهيئة والدكتور محمد واحد ساندونا ودعموا هذا التوجه بصورة كبيرة جدا. فإذا كان في الفترة هذه الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركة القابضة تكاتفنا جميعا وفعلا كوننا لجنة تأسيسية لإنشاء هذه الشركة. هذه اللجنة اجتمعت عدة مرات وكان في لجنة منبثقة عنها اللي هي لجنة الخبراء استطاعت أن توجه الدعوة إلى عدد من المؤسسات الدولية ذات السمعة الطيبة في إعداد هذه الدراسات الجدوى للشركات إعادة التأمين. والحقيقة خاطبنا 4 جهات وردت علينا جهتين اللي هي شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ودي من الشركات زائعة الصيت في هذا المجال، أيضا مجموعة إرنست أند يونغ أيضا تقدمت بدراسة وعرض يعني بمعنى أحرى وفضلنا بينهم
والحقيقة اتفقنا في اللجنة التأسيسية الأسبوع الماضي على إسناد دراسة الجدوى إلى مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، وهي المؤسسة اللي كانت عرضها وشروطها سواء المالية أو الفنية أفضل بكثير من الشركة الأخرى. في عقبات يا أستاذ عبد الرؤوف؟ نعم. هل تواجهكم عقبات؟ لا، هو الحقيقة إحنا اللي هيواجهنا بعد إعداد دراسة الجدوى ومن الآن حتى انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015 اللي هيواجهنا هو كيفية تجميع رأس مال كبير، ولذلك عايزين كام؟ إحنا يعني نأمل أن تكون الشركة في رأيي أنا الشخصي يعني في حدود 250 مليون دولار، ولكن ممكن أن يدفع 50% منه في البداية ثم على حدود مليار جنيه تقريبا، يعني لما نقول 250 يبقى أكتر شوية 150 يعني حوالي مليار ونص 125 من 250 لو ضربناهم في 7 دولار ب 7 جنيه بنتكلم بالجنيه تبقى حوالي مليار ونص. ما انت عليك عايز النص. النص فقط يبقى بالزبط. مليار تقريبا. بس لازم اللي يشترك يكون عارف ان هو هيبقى عليه برضو التزام بدفع بقيه راس المال. انا اكلم حضرتك في موضوع تاني يخص الاتحاد، والاتحاد قوه بس للاسف مش في كل الاوقات. استاذنك نخرج لفاصل ونعود مره اخرى ان شاء الله. وكنا بنتكلم على الاتحاد. اتحاد قوة ولكن مش في كل الأوقات. اجتمع رؤساء شركات التأمين الخاصة والحكومية ومعهم الاتحاد المصري للتأمين بيتفقوا على ديباجة للتعرض لما يواجهونه من أخطار. للأسف تحركت أجهزة زي جهاز حماية المنافسة وكادوا أن يعملوا قضية لي. هل الموضوع ده انتهى تماما ولا لا؟ والله هو الموضوع ده يعني أنا بعتبره انتهى، وما بحبش الحقيقة أخوض فيه طالما أنه انتهى، لأن يعني هناك يعني كان يعني سقفة يعني شوف الاتحاد وظيفة أي اتحاد هو أن ينظم الصناعة التي ينتمي إليها هذا الاتحاد وهي صناعة التأمين. نحن لم نقم إلا بتنظيم هذه الصناعة، نظمناها بالأسلوب الفني والعلمي والتطبيقي الذي تمارسه كل اتحادات التأمين. أنا أعتقد أن إحنا يعني كنا حريصين على أنا بس عاوز أذكر شيء واحد، يعني عندما نقول أن الاتحاد أو الشركات في هذا الاتحاد اتفقت على تحمل معين في حالة السرقة أو السطو، هذا موضوع فني وموضوع سليم ولا يمكن أن نقول زي البنوك لما بتحدد الفايدة زي البنوك. لا، أنا كمان عاوز أضيف شيء، هذا عبارة عن بند صغير جداً، لكن البند الرئيسي هو سعر التأمين، كم يدفع المستهلك أو المؤمن له الذي يؤمن على سيارته. هذا لم نمسه، هو يتراوح في السوق ما بين 2% و7%، يعني إذا مجال المنافسة قائم بشكل كبير جدا، يعني شركات تعطي 2 شركات تعطي 3-4، ولكن نظرا للظروف التي تعرضت لها مصر بعد الثورة 25 يناير تعرضت عدد كبير من السيارات للسطو والسرقة، أصبح النهاردة ده يهدد المراكز المالية للشركات، وأصبح حتى هناك يجب أن يكون عدالة في توزيع المخاطر لهذا الفرع التأميني. فقلنا من يتعرض لخطر السرقة أو السطو هو الذي سوف يتحمل 25% من قيمة السيارة بتاعته، لكن أسعار التأمين لم نمسها، فهو إجراء تنظيمي لسبب بسيط حتى تستطيع شركات التأمين أن تستمر في تقديم التغطية التأمينية. فهذا باختصار يعني ما أخذته علينا جهاز حماية المنافسة، ولكن يجب ألا ينسى جهاز حماية المنافسة وينسى كل من هو يعني عاصر التداعيات السيئة التي صاحبت ثورة 25 يناير، الخسائر الكبيرة التي مني بها كل القطاعات الاقتصادية. أحد رؤساء الشركات أنا كنت هقفل بند السيارات ده بالكامل بسبب الموضوع. بعض الشركات وهي شركة مصر للتأمين، أنا على ما سمعته من رئيس الشركة الدكتور عادل موسى ذكر أن عندهم خسائر 400 مليون جنيه. كان هيقفل القطاع ده أساسا. يمكن أنت سمعت نفس الشيء. طيب أنا النهارده كل خسائر ما وقعت بعد 25 يناير هذه كانت خسائر ثورة، وكان من المفروض ألا تدفع. ليه؟ صح. لأن الثورة وما هو من قوانينها مستثناة من كل وثائق التأمين المباشرة ومن انتفاقيات إعادة التأمين، ولكن ماذا قام الاتحاد؟ الاتحاد لم يرضى أن النهاردة
المؤمن لهم اللي هم هيخسروا ثرواتهم، سواء كانت بقى من سيارات، مصانع، ويعني كلها فعاليات كبيرة القيمة. فإحنا الحقيقة استطعنا بجهد يعني كبير جدا من أعضاء الاتحاد، اجتمعنا برضو حوالين ترابيزة واحدة، واتفقت على أن احنا نواجه هذا الموقف، لأن كان في خسائر وصلت إلى 1,200,000,000 جنيه. فاستطعنا أن نفسر ما حدث على أنه ليس ثورة، وإنما قلنا ده شغب واضطرابات أهلية عشان الناس تاخد فلوسها واضطرابات عمالية، لأن هذا مغطى. فمعيد التأمين رفضوا في البداية وقالوا هذه ثورة ولن ندفع، ولكن أيضا بالحنكة والخبرة وال يعني أنت وصفتوا ثورة يناير لصالح الشعب. بس بس احنا خلي بالك قلنا ده هو التفسير التأميني، أما بالمعنى السياسي بصرف النظر الداخلي هي ثورة، هي ثورة بكل المعاني السياسية، ولكن بالمعنى التأميني عشان تنقذوا فلوس الناس. عشان وجبنا فعلا، جبنا على فكرة يعني خضنا يعني يمكن مناقشات طويلة ومضنية حتى استطعنا أن نقنع جميع موعد التأمين، واستطعنا أن نحصل على 1,200,000,000 جنيه مصري أعطيت لمن يستحقها من المؤمن لهم الذين أمنوا تأمين شغب أو اضطرابات أهلية أو اضطرابات عمالية. طب أنا عايز أسأل حضرتك على نقطة مهمة. هو بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائدهم. دلوقتي قد تحدث بعض يعني أحداث الشغب، ممكن تحطيم، ممكن مظاهرة تتحول بشكل ما إلى إطار غير سلمي، بعض سرقات السيارات مستمرة، الحاجات دي يعني صحيح أنها بتعمل خسائر عند الشركات لإعادة التأمين، ولكنها في الوقت نفسه رفعت الوعي التأميني عند الكثير من الناس اللي ما كانوش بيأمنوا، وده ممكن يزود الوثائق. مظبوط. ايه اللي حصل على ارض الواقع؟ على ارض الواقع التامين يستفيد دائما في وقت الازمات والكوارث. ليه؟ هنا تظهر اهميه التامين وضروره التامين. فزي ما قلت حضرتك، خاصه عندما كان هناك مصداقيه من قطاع التامين تجاه العملاء وتجاه المؤمن لهم، عندما استطعنا ان نوفر لهم تعويضاتهم التي وصلت الى 1,200,000، هذا جعل للتأمين مصداقية، قطاع التأمين له مصداقية قبل حملة الوثائق، فأقبل من لا يؤمن أصبح يؤمن، ومن كان يؤمن تأمين غير كافي أصبح يؤمن تأمين كافي. استفدنا من هذا. فحقيقة دي الاستفادة أعلى من الايه، من خسائر التعويضات، يعني ما اقدرش اقول الى حد، يعني هو لا شك يعني ده يتوقف على كل شركة ومحفظتها وهل هي استفادت او لم تستفيد. لكن اللي انا عاوز برضو ابرزه هنا، عندما وقعت الثورة كان يجب علينا أن نبتكر أنواع جديدة من التغطيات، لأن المخاطر السياسية التي كانت مستثناة في الوثائق السابقة وفي ترتيبات إعادة التأمين كان لا يمكن أن إحنا نظل قانعين بها، فابتكرنا ما هو مطبق في العالم الخارجي. أسواق إعادة التأمين بتوفر تغطيات لتغطية كل مخاطر العنف السياسي، اي مخاطر، مش بس ثوره وحرب اهليه وعصيان مدني وعصيان عسكري، كل هذا متوفر. فعملنا نوع من التوعيه لكل قطاعات التامين، لكل قطاعات الاقتصاد، واظهرنا ما استطعنا ان نجلبه من اسواق اعاده التامين الخارجيه، ووفرنا تغطيه اسمها تغطيه مخاطر العنف السياسي التي تؤمن جميع المخاطر السياسيه، لا يوجد خطر لا تؤمنه، ولكن يجب على المؤمن له ان يطلبه، لان هذا يتم التامين عليه ثم يتم اعاده التامين عليه من بواسطه الشركه المؤمنه عند اسواق اعاده التامين معينه. هنتقل لمحور اخر اللي هو محور قناه السويس ودور قطاع التامين فيه، ولكن اخرى. وكنت بتكلم على محور قناه السويس ودور قطاع التامين المامول، شايف ايه حضرتك لقطاع التامين داخل هذا الملف؟ هو الأول لازم أقول محور قناة السويس ده مشروع عملاق، مشروع وطني هينقل مصر نقلة حضارية كبيرة. والحقيقة يعني حتى كيفية تمويل هذا المشروع العملاق عندما تقرر أن يكون قاصر على المصريين، وتغطية 64 مليار جنيه مصري في 7 أيام أو 8 أيام، ده شيء عظيم يذكر للقيادة السياسية ويذكر ايضا المواطنين سواء كانوا افراد او مؤسسات، ويشكر القطاع المصرفي والاستاذ هشام رمز وكل رؤساء البنوك الوطنيين، كل من الحقيقه ساند هذا المشروع. احنا ياتي دورنا، لان قطاع التامين دوره ايه؟ هو دوره حمايه الثروه القوميه للمجتمع، سواء بالتامين على كل الاخطار
والمشروعات التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات. وحقيقة هذا المشروع هيضخ استثمارات كثيرة. هو المشروع مرحلتين، المرحلة الأولى هي حفر قناة جديدة، وهذا المشروع يعني التأمينات فيه تأمينات محدودة. ليه؟ لأنه هو يعني بيأمن على العمال لما يقوم بالحفر، على الآلات والحفارات والمعدات اللي تقوم بالحفر. حقيقة دور قطاع التأمين هيأتي في المرحلة الثانية، محور اللوجستي بالضبط. هذا المحور الذي سوف يقام على جانبيه الصناعات والخدمات اللوجستية، طبعا هتضخ استثمارات عديدة من عدد كبير من الدول والمستثمرين، هيستثمروها في أصول لهذه المشروعات. احنا دورنا أن نوفر جميع التغطيات التأمينية التي تحتاجها هذه. ممكن تشاركوا في مشروع؟ بالتأكيد. انتوا عندكم صناديق فيها استثمارات لأموالكم اللي بتوصل لمبلغ فلك يعني. يعني أنا أحب أقول لحضرتك إحنا ساهمنا، كل شركات التأمين ساهمت أيضا في سندات محور قناة السويس، سندات شهادات استثمار محور قناة السويس. أنا الاتحاد المصري للتأمين الذي أمثله ساهمنا ب 34 مليون جنيه في. حضرتك بكرة تاخدوا أول دفعة من الفايدة. بكرة إن شاء الله فعلا هيكون أول كوبون. عشان الناس اللي شككت يعني. بعد ثلاث شهور. فاللي أنا عاوز أقوله إن إحنا هيجي دورنا، وهذا الدور هيأتي في المرحلة الثانية زي ما اتفقنا، والحقيقة إحنا مستعدين بتوفير كل التغطيات التأمينية. أنا الحقيقة سمعت تصريح للرئيس الفريق عبد الفتاح السيسي، قال إن محور قناة السويس حفر القناة وما سوف يترتب عليها من مشروعات يجب أن يعطى فيها الأولوية للشركات المصرية. أنا أيضا بأطالب بأن التأمين على كل مشروعات الاستثمارية التي سوف تأتي في المرحلة الثانية يجب أن يتم التأمين عليها بواسطة شركات تأمين مصرية. ليس هناك ما يمنع أن هذه الشركات التأمين المصرية هتقوم بترتيبات إعادة التأمين أيضا عشان زي ما اتفقنا لكي نوزع المخاطر. اللي بطمنك عليه أن احنا مستعدين كقطاع تأمين، كل التغطيات التأمينية التي تتطلب هذه المرحلة، المرحلة الثانية من مشروع المحور متوفرة لدينا، ونحن جاهزون لإجراء كل هذه التأمينية. أستاذ عبد الرؤوف إذن لي أن نخرج لفاصل أخير ونعود مرة أخرى. بعد إقرار قانون تمويل متناهي الصغر تحرك قطاع التأمين وبدأ يرتب أيضا للمنتجات التأمينية متناهية الصغر، تقدر تكلمنا عنها يا أستاذ عبد الرؤوف؟ هو الحقيقة أنا سعيد باعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقانون التمويل متناهي الصغر، لأن الحقيقة اقتصاد الدول بينمو ويعتمد إلى حد كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أيضا المشروعات متناهية الصغر. ده على كله في كل دول العالم، كل طفرة اقتصادية أو نهضة اقتصادية يعني تحققت في أي دولة كان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر دور كبير جدا في تحقيق هذه النهضة. طبعا كلنا بنأمل بأن معدل نمو الاقتصاد في مصر يزيد، والنهاردة الحمد لله آخر التقارير بتقول ما بين 3.5-4% معدل نمو في الاقتصاد. فأنا بقول يعني هذا التقنين الذي تم للتمويل متناهي الصغر، أرجو أن إحنا أيضا في قطاع التأمين نوفر كل، لأن التمويل متناهي الصغر برضو عشان نقرر بالصورة للسيد المشاهد، هي للجهات المانحة للقروض التي تعطى لهذه المشروعات سواء صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر. هذا القانون بينظم هذا القطاع التمويل متناهي الصغر. أنا باجي كتأمين عشان أوفر التغطيات التأمينية لهذه المشروعات التي تتطلب هذه المشروعات وأدوات الإنتاج. حتى بالنسبة للتأمين متناهي الصغر اللي هو بيبقى أدوات إنتاج بسيطة، ما فيهاش أخطار كتيرة يعني، مش محتاجة تأمين. يعني لما تلاقي مشروع يعني بخمس ست آلاف جنيه لا، هو الحقيقة أنا يمكن لما بقول تأمين متناهي الصغر قد يصل إلى 50,000 جنيه كمان. لما بقول مشروعات صغيرة قد تصل إلى قرب الربع مليون ونص مليون. فإذا أنا بوفر التغطيات التأمينية لكل هذه. أهم أيضا خطر بغطيه التعثر، تأمين الائتمان. إذا تعثر المقترض صاحب المشروع الصغير أو المتوسط أو متناهي الصغر، أنا بقدر كشركة تأمين تغطي أغطي هذا الخطر وأرد ما هو وغالبا مش هتعامل مع بنوك، هتعامل مع شركات.
هو بيتعامل الحقيقه في التمويل المتناثر مع البنوك ومع جمعيات رجال الاعمال ومع ايضا جمعيات خيريه وجمعيات اهليه، ويتعامل في التامين المتناثر مع شركات التامين هي التي توفر هذا النوع من التامين. نامل هذا. بعض جمعيات رجال الاعمال بتتحمل المخاطر كتامين ذاتي لديها. انا صراحه كان نفسي طول اللقاء اكتر من دوت، ولكن الوقت خلص. الى اللقاء الاسبوع القادم، وفي نهايه الحلقه بشكر الاستاذ عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتامين. عايزين وعد من حضرتك بلقاء جديد ان شاء الله. والله انا اسعد باي لقاء، لان الحقيقه انتوا دوركم في برضو التوعيه باهميه التامين دور كبير جدا. الى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله.